الدوافع ده امر مهم جدا، ويمكن الجهاز الفني شغال بشكل كبير وانت تحديدا يا كابتن سيد، لان ده امر صعب ان انت تجدد الدوافع بشكل كبير كل مباراه لكل لعيبه النادي الاهلي مع الاداء ده. لا، محتاج شغل كبير من الجهاز الفني. يعني لو عايزين نشكر هنشكر مؤمن زكريا الحقيقه امبارح، يعني حاله في منتهى الجمال، حاله في منتهى اهلي بتاع بتاع بتاعنا اللي الناس كلها عارفاه وحافظاه، يعني مع واحد من ولاده، واحد من الناس اللي بدات فيه. يعني مش عايز اتكلم على امور بعينها، لكن عايز اقول هو ده تصرفات الاهلي، هي دي لعيبه النادي الاهلي. يعني اكبر دافع متهيألي، يعني وهنقول من الدوافع، لكن اكبر دافع والاساسي والرئيسي في الحاله المعنويه اللي احنا فيها ديت هو مؤمن زكريا وجوده وسطنا امبارح. يعني قلت كمان انا مستنيه كمؤمن، وكان سعيد قوي امبارح يا كابتن سيد، ويمكن انتوا دخلتوا الفرحه عليه، كان باين قوي على المؤمن هو سعيد، لانه وسط اهله وسط اللعيبه وسط النادي الاهلي. من اللعيبه اللي هي يعني تدور عليها في الماتشات الكبيره، يعني لعيب كبير في فرقه كبيره بيساوي على طول نتائج كبيره، يعني الماتشات الكبيره دايما بيبقى عايزه لعيبه كبيره، لعيبه كبيره يعني مش شرط تبقى لعيبه مهاريا عاليه، لكن اقصد في التفكير والشخصيه يعني. فاكبر حاجه اتبسطنا بيها امبارح واكبر حاجه كانت بالنسبه لنا دافع كبير جدا هي وجود مؤمن زكريا وسطنا امبارح. يعني مباراه الاتحاد السكندري